مرحبا، انا اوجد نبالي من اعزف دوت كوم، وبهذا الفيديو راح نتعلم اغنية مالك يا حلوة مالك، واحدة من الاغاني التراثية. الاغنية على مقام السوزناك، واللي بهذا الفيديو راح ناخدها من درجة الدو. هل نستعرض مقام السوزناك مع بعض، واللي هو ناخده بصورة ابطا: دو ري مينوس بيمول فا سول لا بيمول سي دو. بنرجع في البداية، راح تكون هيك الأغنية. والسولفيج: مي فا سول لا سول فا سي لا سول سول. وبننتبه بأول جملة بأنه في عنا accidentals، واللي هم في عنا لا بيمول وفي عنا السي ناتشرال. هلا بنتابع. والسولفيج: سول 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 فا فا مي مي ري ري دو دو مي فا سول فا مي ري دو. هلا نرجع نعيد نفس الجملة بس باختلاف بسيط، واللي هو راح يكون والسولفيج: مي فا سول لا سي سول فا سي لا سول سول. سولفيج آخر جزء من الجملة راح يكون سي دو ري سي دو لا سول. هلا ننتقل على الجملة اللي بعديها، اللي هي والسولفيج: سول 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 فا فا مي مي ري ري دو دو مي ري دو. بنتابع والسولفيج: مي 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 فا مي 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 سول فا مي فا مي ري. بنتابع والسولفيج: سول فا مي ري دو مي ري فا مي ري دو دو مي مي مي. هل آخر جملة والسولفيج: سول فا مي ري دو مي ري فا مي ري دو سول فا مي ري دو. وبهيك بنكون تعلمنا أغنية مالك يا حلوة مالك على مقام السوزناك، واللي بهذا الفيديو أخذناها من درجة الدو.